الحمد لله كملت نص ديني كما يقولوا. كان طيب الحريرة ضروري، الحريرة خصها تكون، ما كانش الحريرة بحال ما كاينش التمر من هنايا من سلالة التمر عندي. وكان طيب شي هوات و الا قديت نطيب كان طيب، لا ما قديتش كنمشي نشري شي حاجة. داك براو الشباكي راه حتى واحد ما بقى كيطيبهم غير الامهات ديالنا، فكنحاول نتفتف كما كيقولوا. واول حاجة علمتها ليه هي الطاجين، ودابا هذا اول رمضان ديالو كنحاول ندخلو ليه شوية بشوية، كيصوم حتى هو وكيدوز النهار ديالو بحال الناس. وانا فرحانه بزاف اللي حاولت انني ندخل ليه الدين وندخل ليه حتى مغربيت.